شخصية أمل في أمل حياتي هي شخصية أنا حبها جدا جدا، لأنها شبه المصريات قوي، شبه الأسر المصرية، بنت من الطبقة المتوسطة، والطبقة دي تقريبا اندثرت يعني، أو محدش بيتكلم عنها كتير، دايما بيتكلموا يا إما عن الطبقات العليا في المجتمع بتاعنا أو الطبقات الشعبية أو العشوائية، محدش بيك الدنيا خالص، محدش بيتكلم عن الطبقة اللي هي البي كلاس أو اللي هو السواد الأعظم من المصريين، اللي هي الطبقة الكادحة اللي تكاد تكون بتتفرم في النص. فهي شبه بنات كتير مصريات. أنا حبيت المسلسل جدا، حبيت أجواءه، حبيت ردود الأفعال، وكانت بالنسبة لي فوق الخيالية، لأنه عفوا مش معروض في شهر رمضان وعشر حلقات بس، لكن التأثير بتاعهم كان واسع النطاق قوي. اتبسطت برضو بتجربة بنت القبايل ورحيل، وأول مرة أتصدر في الدراما في مسلسل 45 حلقة. بصي انا ما تعبتش قوي في اللكنة الصعيدي، لان المصريين والعرب كلنا بقينا بنحب اللكنة الصعيدي بسبب الدراما المصرية الكتيرة السعودية، فكلنا متربيين عليها، فتقريبا ما حدش فينا ما بيعرفش كلمتين ثلاثة صعيدي، والجرس بتاعها محبب إلى الودن وقريب. هي مدام سميحة أيوب قالت لو هيتعمل قصة حياتي أتمنى إن حنان تعملها، بس هو مفيش مشروع قائم ان هي هتعمل قصة حياتها. ده شرف كبير جدا ليا، وانا سعيدة جدا بدعمها، وهي دايما بتكتب حتى على صفحتها، كتبت ان حنان بقت في صفوف النجوم الكبار وبرافو عليكي وبتاع، فدايما هي بتدعمني وبتشجعني، وانا بشكرها جدا جدا وبحبها قوي. اشكر كل الحركة النقدية والصحفية لانها بتدعمني بشكل كبير قوي، وليها سبب كبير في نجاحي، وبشكر طبعا الناس كلها سواء اللي في الشارع او على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا سواء مصريين او عرب. انا عملت بعد السلطان الحائر مسرح، عملت مسرحية بحبها جدا مع صديقي وزميلي سامح حسين، وكانت مسرحية كوميدي استعراضي، وكانت اول مرة اعمل كوميدي استعراضي على المسرح، اسمها انا الرئيس، اخراج محسن رزق، ولقت نجاح كبير جدا، بس للأسف هي ما تصورتش، وبرغم ان انا وسامح رحنا لوزير الثقافة انا ذاك عشان نقول لهم انه ده مسرح دولة ودي لحظة مؤرخة لينا وللمسرح المصري ان يؤرخ، بس للأسف يعني كان في مشاغل كتيرة وعباء كتير على الدولة، وللأسف ما تمش تصويرها، ودي حاجة احزنتني جدا. عملت مسرحية بعديها مونو دراما بس ما تعرضتش، وصورتها اسمها أنا في أجازة، ولم تسوق يعني كويس لسه. مشروع كان لذيذ قوي، ساعة إلا ربع، كل ساعة إلا ربع بنجم مونو دراما. أنا بحب الفن، بحب المسرح ومؤمنة بيه وعارفة أنه هو أبو الفنون، بحب السينما لأنها اللي بتخلد الفنان، بحب التلفزيون لأنه بيدخل كل البيوت بلا استئذان، وبعد البلاتفورمز الموجودة دلوقتي اللي هي المنصات فبقى مكتاح أكتر وأكتر. أنا بيعني لي أكتر العمل الحلو، العمل الجيد، الفكرة الجديدة الحقيقية اللي ممكن توصل وتلمس المشاهدين بغض النظر أي حاجة منهم يعني. مش قادرة احسبها كده، ممكن المال مش كل الناس، خلي بالك ان اللي بياخدوا مال كويس هم الميجا ستار او اللي هم بياخدوا الملايين، لكن في فنانين كتيرة جدا صف تاني وصف تالت كادحين قوي 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 يعني، وبيستنوا العمل من السنة للسنة علشان يسدوا احتياجاتهم ومصاريف ولادهم ومصاريفهم وأعبائهم. بس
بس اقدر اقولك انه زمان انا بشوف ان الانتشار برضو كان، يعني يمكن الانتشار دلوقتي اوسع لان السوشيال ميديا بقت بتقرب، لكن خلي بالك الاعداد بقت كتير قوي. زمان كانوا الناس قليلين وسيلكتيف، الفنانين كمان كانوا قليلين، فكان تأثيرهم واسع المدى، فما تقدريش تحسبيها كده بصراحة. انا بحب المغرب حب خاص جدا جدا، المغرب شديدة الجمال بالنسبة لي، طبيعة خلابة، بحب المعمار بتاعها، بس اللي أكتر بحبه الشعب المغربي، بحس إنه حميم وجميل وطيب وراقي، كريم، معطاء، لذيذ، أنا بحبه جدا. ومفيش مرة جيت المغرب غير لما أبقى في حالة من الأسر العاطفي وببقى حزينة وأنا سايباها، برغم إن أنا ببقى مشتاقة جدا لمصر، عشان حقيقي عاملة زي السمكة ما بقدرش أبعد عن مصر كتير، لكن من البلدان القليلة قوي اللي بحس إن حضنها دافي وقريب من حضن بلدي، مصر هي المغرب.